من بيروت معي دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، المرجع البيئي العالمي. أهلا وسهلا دكتور دومت. يعني عنوان الخبر اليوم، هذا اليوم العالمي للأرض، كان ماذا تعرف عن تاريخه؟ ولخصنا قليلا هذا الموضوع، ما الذي لا نعرفه عن يوم الأرض دكتور دومت، وبالتالي هو الذي يجعلنا ربما غير جديين بالتعامل مع هذا الموضوع كأفراد وكصناع قرار؟ اليوم نحن بعد اعتبارها من سنة 1970 لليوم بداية حماية الكوكب أو بداية انطلاقة نظرة حماية الكوكب من هالتاريخ من سنة 1970. بس ولكن بالفترات الأخيرة صار عندنا نوع من الاستهتار جدا بهالكوكب يلي تدمر أجزاء منه كثيرة. هالتدمير اللي وصلنا له دون أي حوافز أو دون أي استراتيجيات. بعطي معلومة اعتبارا من انه كنا ب 65 مليون برميل سنويا، برميل بترول سنويا احتراق يوميا، انه 65 برميل الاستهلاك اليومي للبترول. نحن اليوم وصلنا لل 100 لل 100 لل 100 لل 100 مليون. هيدا شيء خطير جدا، مما يعني انه هالكوكب عم بيحترق دون اي استراتيجيات. ايضا الوضع البيئي ما بقى يتحمل يكون بهالطريقه ولا بشكل من الاشكال. المي تدمرت، المحيطات تدمرت، المياه الجوفيه تدمرت، الغابات تدمرت، التلوث اصاب الانسان بكل الارجاء، ان كان بالهواء او بالماء او بالاكل. هيدا موضوع بده صار خطه عالميه شامله وملزمه، للاسف لحد هلا منا موجوده. لا يوجد أي قوانين أو اتفاقيات ملزمة بموضوع حماية البيئة دكتور دومت إذا ما تقاعس العالم كما يحدث اليوم؟ ولا بشكل، لحد هلأ ما في أي شيء ملزم، ولحد هلأ الاتفاقيات الدولية اللي بس لقيوا يدات كبيرة، بس لقيت أنه ما مشي الحال بالاتفاقيات وكانت مؤتمرات فاشلة، انسحبت ورجعت الأمور لما كانت عليه سابقا، مما يعني أنه زيادة التلوث وزيادة التغير المناخي وزيادة الاحتباس الحراري، وهذه أمور كلها بيدفع ثمنها الشعب. بدي أعطيكي مثل معلومة كثير بسيطة. كميات البلاستيك المرمية بالمحيطات وبالبحار وصلت لمرحلة تدمير، نحن بنقول تدمير نهائي للثروات الموجودة بهالمنطقة. يعني بدي أقول لك بس حوت واحد بغرب المتوسط، على مدخل المتوسط حوت واحد في 18 كيلو بلاستيك بمعدته، لانه مات لسبب. يعني هالبلاستيكيات موجوده، هالكميات الموجوده من البلاستيكيات الكوارث وتاثيرها على صحه الانسان، لانه يعني اليوم كان في تضوي على 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 نقطه البلاستيك الموجوده بالعالم. هيدا شيء خطير جدا. كميات البلاستيكيات يعني من توصل الديوكسين للانسان، ان كان من البراد او من الاستهلاك اليومي. يعني تصوري في ناس بعدها، في نسوان بالعالم بتعمل التبوله والحوامض وبتحطها بمواد بلاستيكيه بالبراد، منا عارفه انه المواد البلاستيكيه رح تتحرر ماده الديوكسين من البي في سي الموجوده فيها، تتحرر ماده الديوكسين وتصير عند الانسان ماده قاتله مسرطنه خطيره جدا. يعني هيدي موضوع، هيدا جزء بسيط. سيارات اليوم، في سيارات مستعجله جايه من بلدان ما في دراسه الاثر بيئي لانواع البلاستيكيات الموجوده فيه، ان كان بالفرش او البلاستيكيات الداخليه، وبتعطي ريحه. في ناس كثير بتشم ريحه بيقولوا جديده هالسياره، بس لا، هذه مواد ضاره جدا من خلال تحرير ماده الديوكسين وانواع اخرى من البلاستيكيات، وعم بتنشئها الانسان بقلب البيت. نعم. الفرش الاساس المنزل اساس المنزل. شكلك عم تتنشأ شيء من هودي دكتور دومت. اليوم كان عندي كشف بيئي بأحد المناطق الكارثه لسبب التلوث ضيعنا بعد ما بدنا 24 ساعه على صح. بقى اساس المنزل والسجاد الموجود بالمنزل يلي فيه مواد بلاستيكيه خطيره يتطاير منها جزيئيات، وثياب الانسان يلي بلاستيكيات يتطاير منها جزيئيات وعم بتنشأها وعم تفوت على الرئتين. هيدي اشياء خطيره جدا. فلذلك انا اطالب استراتيجيه بيئيه لوزراء البيئه العرب. نحن جاهزين نقدم احلى استراتيجيه بيئيه بالعالم لكل انسان بالموجود والمطلوب. دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئه العالمي والمرجع البيئي العالمي، شكرا لوجودك معنا من بيروت.